مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض ألذ وأطعم شاورما. ممكن نعملها في البيت زي الجاهزة وأحلى كمان، زي ما انت شايفة كده. خطوات بسيطة هتعملي أحلى شاورما لأولادك في البيت، خطوات بسيطة. ويا رب كده الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. معانا هنا صدر فرخة، انا قطعته نصين بالشكل ده، والنصين قطعتهم برضو نصين زي كده علشان ما تبقاش معاك القطعة كبيرة شوية، احنا عاوزينها وسط بالشكل ده. قطعيها بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، زي قطع البانيه بس كبيرة شوية. هنجيب التوابل بتاعتنا والمقادير اللي هنستخدمها، هنتبل بيها الشاورما بتاعتنا. هنا معايا بصلاية كبيرة مبشورة بالشكل ده، هنزل عليها بعصرة ليمونة وحوالي 4 معالق زيت وعلبة زبادي ومعلقة ثوم كبيرة بالشكل ده، حوالي فصين ثوم كبار. هننزل بالتوابل، عبارة عن معلقة كمون، فلفل أسود، معلقة زعتر، معلقتين بابريكا، معلقة ملح صغيرة. هنا معانا فيجيتار، هاخد معلقة. الفيجيتار هيدي طعم جميل جدا للفراخ، معلقة كبيرة كده. دي المقادير بتاعتنا، هنقلبها كويس في بعض بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. اخدوا لون جميل اهو وطعم لذيذ جدا. هنبتدي نتبل الفراخ بتاعتنا. هنتبل الفراخ بتاعتنا بالشكل ده، هنقلبهم كويس بالشكل ده، وهغطيهم وهدخلهم التلاجة لمدة 4 ساعات علشان تتشرب من التتبيلة كويس. وهنبتدي نجهز الشاورما بتاعتنا مع بعض. هنا بعد الفراخ بتاعتنا، بعد ما خليناها في التتبيله 4 ساعات، ممكن انت تخليها اكتر، كل ما تفضل في التتبيله اكتر هتبقى معاكي افضل او هتستوي معاكي اسرع، لكن انا مستعجله عليها فخليتها 4 ساعات. هنبتدي ناخد كده في طاسه من غير زيت ولا اي حاجه، هننزل بالفراخ بتاعتنا كده هنشويها على الطاسه. تنفع للدايت وجميلة جدا، وهتطلع معاك مستوية وطعمها حل زي ما انت شايفة كده. حطينا الكمية بتاعتنا جوه الطاسة بنفس الطريقة، وهنسيبها تستوي. هغطيها علشان كمان تستوي على البخار معانا حلو، بخار هيسويها. هنبتدي نقلبها من الوقت للتاني علشان ما تتحرقش. هنتابع مع بعض وهنشوف الفيديو مع بعض لحد ما تستوي معانا الفراخ، وازاي هنحصل على احلى شاورما مشوية بدون زيت بدون فحم بدون فرن. هنسويها في الطاسة على النار، وهتطلع معانا نتيجة مرضية وجميلة جدا بإذن الله. هنتابع الفيديو مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت اقلبها، هنقلبها من الوقت للتاني لحد ما تستوي معانا حلو، وبعد كده هنقطعها قطع، وبعد كده نبتدي نحشي الخبز بتاعنا. معانا هنا العيش بتاعنا بعد ما سويناه مع بعض، طري وجميل جدا جدا زي ما انت شايفة كده. وكمان معانا هنا الشاورما اللي احنا عملناها مع بعض مشوية مستوية حلو، قطعناها بالشكل ده قطع عشوائية. ومعانا كمان طبعا الحشو على حسب رغبتك، ضيفي اللي تحبيه. انا هنا اضيف سلطة الطحينة زي ما انت شايفة كده، ومعانا كمان فلفل ألوان زي ما انت شايفة كده، ومعانا هنا كمان جزر، وكمان معانا كابوتشا، ومعانا كمان البطاطس المقلية. طبعا دي كل المقادير بتاعتنا، ولو انت حابة تضيفي حاجة تانية ضيفيها. مش حابة تضيفي او تشيلي من الحشوات تشيلي الحشوة طبعا براحتك، ولو انت حابة تضيفي مخلل ضيفي على حسب رغبتك المتاح عندك والمتوفر.
هنبتدي نحشي الرغيف بتاعنا بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. هنحشيه حشوة كده متكاملة، وبعد كده نبتدي نقفل عليه بالشكل ده. سهل وبسيط وسريع في أقل وقت هتكوني مجهزة. طبعا انت لو حابة تحطي مكان الطحينة مايونيز براحتك، او اي صوصات تانية على حسب رغبتك. نوعي في الحشوة بتاعتك براحتك، بس الحشوة دي طعمها بجد كان جميل ولذيذ جدا جدا. هنبتدي نحشي جميع الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة بالشكل ده. طبعا الشاورما بتاعتنا دي تنفع للناس اللي بتعمل دايت، حلوة خالص ليها. طبعا احنا شوينا الفراخ بتاعتنا في الطاسة بدون زيت وبدون اي حاجة، خفيفة جدا طبعا. والعيش بتاعنا مفهوش اي خميرة، يعني الخميرة برضو بتتخن. يعني الشاورما بتاعتنا تنفع دايت، وكلها خضروات وجميلة جدا ومغذية. نبتدي ناخد السندوتشات بتاعتنا ونحمرها في الطاسة بمعلقة زيت زي ما انت شايفة كده. انا رفعت طاسة على النار وحطيت فيها معلقة زيت صغيرة، وهنبتدي نحمر السندوتشات الشاورما بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا وسريعة. هتعجبك بجد، طعمها جميل، شكلها رائع، هتعجبك وهتعجب اولادك. وفي اقل وقت هتكوني مجهزة احلى شاورما لاولادك في البيت. انا هخلص جميع الكمية كلها تحمير بالشكل ده، وبعد كده هنشوف الشاورما بتاعتنا على طبق التقديم مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده احنا بعد ما خلصنا الشاورما بتاعتنا، ده شكلها جميل جدا وطعمها لذيذ. في اقل وقت كنا مجهزين احلى شاورما لاولادنا في البيت، صحية واطعم بكتير باحلى خبز صاج او شاورما هتعمليه في البيت في اقل وقت. ويا رب كده الفيديو يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب. ومع السلامة.